ردا على الاخ اللي البارح جا كيعطي مغالطات بان سياره الاجره ولات عنده الصفه الضبطيه انه ضبط السياره ووقفها والى اخره، هذا كله كذب وبهتان. اللي كان هو انه السيد كان جا شحال دابا تقريبا شي شهر جا بغى يهزنا واحد الزبون من هنا، اتصلنا بالشرطه، جات الشرطه قال سول الكليان قال لي باني شنو علاقتك بهذا السيد، قال لي عندي ابليكاسيون اللي كتسمى كاريسا. فبالتالي الشرطي لما سمع الابليكاسيون لونسا في الراديو وفعلا دخلوا السياره للفوريال ودخلوا السياره للدائره الامنيه وجاء المسؤول على الشركه وبعد اخذوا ردوا كلام وطلبنا سمح لنا ما كاين مشكل. فنفس العمليه تكررت لما جاء السيد هضرنا مع ذاك السائق بغى يضربنا وبغى الى اخره، فاتصلنا بالشرطه ديال المرور، فعلا جا البوليسيه شرطه المرور واتصل بالهاتف واتصل بالتالكي والكي ديالو وجا فعلا ضابط ممتاز وقدم لي اسلام وخذ لي الوريقات ديالو وكيحقق معاه الى اخره، وسولو قال لي ودير عندي لابليكاسيون ديال 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 الكاريسا. وفعلا هي نفس المخالفه. اللي بغيت نوصل من هذا المنبر هذا هو ان الاخوان ديال النقل السياحي ما عندناش معاهم مشكل بتاتا، كيجي وكيبلاصيو معنا هنا كنريحو معاهم في قهوه، اللي عنده شي حاجه راه كيديها. اما المشكل اللي كاين هو الناس اللي عندهم العقود ديال التسيير، هاد الناس اللي كيدخلوا على الشركات ويدير عقد تسيير وكيشري طوموبيله بسميت الشركه، هي ديالو كيشري بسميت الشركه، هادو هما اللي كنلقاو مع مشاكل لانه كيديروا خدمه ديال سياره الاجره. اما الشركات راه كيجيو يوميا عندنا هنا، ربما غتستضيف دابا شي سياره غتجي دابا وغتعمر، ما عندناش الاشكال معها بتاتا قطعا نفيا، العكس هما كينبلاصيوهم حنا وكيريحوا معنا في القهوه وكيهضروا معنا ويضحكوا معنا، كنعرفوا الشركات كبار كيديروا العمل ديالهم فعلا ديال السياحه. اما دوك البلطجيه اللي كيبغيو يديروا مغالطات وكيخدم بالابليكاسيون وكيخدم بلي سيت وهذا الشيء ممنوع، وان بليس هاد لو سيت هذا وهاد لابليكاسيون كيخدموا بسميت الطاكسي، يعني خدمه الطاكسي عنده في جميع الاشهارات اللي عنده كلها في لي سيت ديالو سميت الطاكسي، هو ليس علاقه له بالطاكسي وانما عنده العلاقه بالطاكسي هو انه الوالد ديالو سائق سياره الاجره، تزاد بسياره الاجره وكبر من سياره الاجره وكيطعن في سياره الاجره، فلا حول ولا قوه الا بالله. فاضطرينا على ان نردوا على هذا الاخ هذا اللي كيعطي مغالطات بان الطاكسيات بلطجيه وكذا وكذا الى اخره. هي دوله المؤسسات كل يحترم القانون ديالو، دفتر التحملات اللي عندهم والمرسوم الوزاري الاخير خصهم يخدعوا الضوابط ديالهم، ما كاينش اللي يتكلم معاهم، كل كيدير اختصاص ديالو. اما باش يدير لابليكاسيون ويدير لو سيت سميت طاكسي ويجي الزبون ديريكت، لان الزبون لما تكلمنا معاه قال لك انا يا خويا مابقيتش نمشي معاه، باغي نمشي نخلص طاكسي نخلص، وفعلا ركزينا وفرنا لي طاكسي ومشى، يعني لو كليون سي تان غوا. على اي كان نبغي نوجه رساله للاخوان ديال النقل السياحي على ان الاخوان اللي كيخدموا تحت الضوابط اللي كيسن القانون ديال وزاره النقل باتفاق مع وزاره السياحه فاهلا وسهلا، يخدموا في الضوابط ديالهم ما كاينش مشكل، لكن اللي بغى يخدم شي حاجه ايليغال فرحنا خارج القانون، فرحنا غنتصداو ليه بكل ما اوتينا من قوه، لان دوله المؤسسات كل يحترم الضوابط ديالو كل يحترم هذاك فاهلا وسهلا.